السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من وصفات الاحلام. حضرت لكم اليوم حلوه 10 دقائق بشوكولاته دانيت، سهله وسريعه ومناسبه لضيوف الغفله. تابعوا معي المكونات وطريقه الاعداد. بالنسبه للمقادير ساحتاج الى 250 غرام من البسكوي المكسر او المدقوق، لا نقوم بطحنه ولكن فقط تقيه لتبقى القرمشة. استعملت هذا النوع من البسكوي 3 علب، كل علبة فيها 85 غرام، علبتين من دانيت هي ورد شوكولاتة، ملعقة كبيرة من الكاكاو المر، سأحتاج إلى قليل من جوز الهند، أوراق خاصة بالحلويات اللون اختياري، سأحتاج لتزيين شوكولاتة حبيبات من الحلوى الملونة. بالنسبة للطريقة سأضع القليل من جوز الهند، جوز الهند حسب الكمية وهو مناسب هذا النوع من البسكوي لأنه مصنوع بجوز الهند، والكاكاو أمزج كل جيدا، يمكنكم استغناء عن الكاكاو ولكن يعطي مذاق لذيذ لهذه الحلوة أو لهذه الوصفة. والآن سأضع الياغورت، أمزج الكل جيدا، بعد أن انتهيت من جمع المكونات سأقوم بصنع كرات صغيرة. ثم أضعها في القوالب الورقية بهذا الشكل. وأستمر حتى انتهي. سأضع الشوكولاتة فوق الحلوى، فوق حبة الحلوى بهذا الشكل. وفوقها سأضع الحبيبات الملونة بهذه الطريقة. بالنسبة للتزيين يبقى دائما اختياري. وها هي الحلوى جاهزة في دقائق، يمكنكم وضعها في الثلاجة، كما ذلك يمكنكم إضافة أي نوع من المكسرات، يمكنكم إضافة جوز الهند، إضافة الزبيب حسب الرغبة، يمكنكم أيضا إضافة القليل من المربى، مربى ليمون حامض أو مربى المشمش، تبقى الإضافات كلها حسب الرغبة. أتمنى أن تعجبكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك والانضمام إلى صفحتنا في الفيسبوك. إلى اللقاء.